اروح معاكم لتصريح تاني من كابتن ميدو اللي بيقول الاهلي بيشرف كرة القدم المصرية بالكامل في كأس العالم للأندية. وجه الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي رسالة للأهلي قبل مواجهة ريال مدريد، بيقول أقول للاعبي الأهلي ما تخافوش، العبوا بشخصيتكم، عبروا عن أنفسكم داخل أرضية الملعب. منظر الأهلي في كأس العالم للأندية مشرف لكرة القدم المصرية بالكامل، بتمنى أنه طبعا يتم اكتماله هذا المنظر على خير يوم الأربعاء أمام ريال مدريد. دي أبرز التصريحات اللي خرجت من قبل الكابتن أحمد حسام ميدو، والحقيقة اللي بتخرج من كل مشجع أهلاوي وكل مشجع مصري بيشاهد المنظر أو الشكل أو الحلاوة بتاعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. مشهد مشرف، شكل رائع، لعيبة ملتزمة، لعيبة رجالة داخل أرض الملعب، عندهم حاجة عايزين يحققوا شيء، بيشرفوا تيشرت النادي الأهلي وعلى قدر المسؤولية. أعتقد الموضوع كله يلخص في الكلمات دي، لأن هي اللي بتأكد أنه طول ما أنت عندك ده بالتأكيد هتوصل للهدف اللي أنت عايزه. بنتمنى كل التوفيق للعيبة النادي الأهلي وللنادي الأهلي في مباراة مهمة ومرتقبة، وإن شاء الله تكون فعلا خير ودعاية مصرية لمصرنا الحبيبة خلال اللقاء وخلال البطولة.